متتبعين أو متتبعين كديرين، لبس عليكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هاد الفيديو بصحة وسلامة ورزق. أنا ما كايناش في داري كما كتشوفوا. أنا خارجة اليوم معروضة، أنا معروضة اليوم نزلو شوية الأجواء ونخرجو شوية نضحكو شوية. نتوما تشوفو المناسبة اللي حنا فيها، راه تا سعيد تا هو معروض، غير سعيد باقي ما جاش، باقي في المحل، إوا هو غيكون مع الرجال وحنا مع العيالات مجمعين. إوا إن شاء الله تشوفو هاد العشية كي غندوزوها كي غتكون إن شاء الله بإذن الله تكون زوينة زوينة زوينة. إوا واش غنديرو نفرحو بريوسة؟ ما عرفتش كي جاتني العباية، قوليها في الكومنت كي بانت ليكم العباية. إوا نبدلو الجو شوية، الإنسان عيا من الهم ومن الغم، والله تا عينا 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 بزاف الروتين، قتلنا الروتين الروتين الروتين. المهم يا احلى متتبعين، انتو تشوفوا معانا شنو كاين المناسبه اللي عندنا، كل شيء غنشاركوه معاكم ونخرجوكم نتوما تبدلوا الجو شويه وتشطحوا وتضحكوا. ما عتوقعوش ديري العونيات، انا غنطلع نشوف كانوا العونيات مزيانين. يا ربي تكونوا على خير. فيني سلمى صافي نطلعوا غير اللي فعل، اما حنايا حتى حنا غاديين، الا درتي الخير يبقى تابعك، الا درتي الشر يتبعك. هذا هو اللي كاين خديجه، كلمه طيبه وشجاره طيبه صداقه صداقه. لو هادي بلادي المولى الله هادي بلادي المولى الله خديجه والوليده خديجه. هادي خالتي خديجه، هادي الفيسه مراكشية ولا الفيسه مظبية؟ مظبية شحال تنبغي ويلي ها؟ هاي هاي مراكشية 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 ومظبية بجوج. الفيديو في داري. ما جيتش البارح بكري، ما جينا حتى شي 11 الليل، الفيديو قلت غنكملو في الدار. المهم دوزنا نهار زوين، عشيه زوينه، ضحكنا، المهم داز داكشي زوين 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 كما شفتوا الحمد لله، وشاركنا معاكم. كنبغي نشكر خالتي خديجه وبنياتها، والله يكمل عليهم بالخير، وكل واحد لينا شي حاجه الله يعطيها ليه. هذه راه صديقه ديال الوالده، ولات بحال خالتي، راه تقريبا شي اكثر من 40 عام باش كتعرف الوالده، وبناتها هما خواتاتي، يعني الحمد لله ولينا عائله وحده. يعني بعض المرات الصداقه كتولي بحال عائله واكثر. الحمد لله كيكون معرفه الناس كنوز، الصحبه القديمه، الصحبه ديال اكثر من 40 سنه
يعني بصراحة كاع الناس اللي كنعرفهم يعني العشرة القديمة والعشرة يعني كلهم يعني كدوم ديك العشرة وكتبقى مزيانة، كان الصدق وكاين حتى دابا كاين الصداقة، ماشي غنقولو ما كايناش، غير هي ما بقاش بحال الشكل ديال شحال هادي. المهم الحمد لله كنبغي نشكرهم بزاف على النهار اللي تعرضنا فيه عندهم، كانت نهار زوين، كانت مناسبة لالا سلمى عندها العيد ميلاد ديالها وفرحنا معها كما شفتوا خالتي خديجة والوالدة طيبة والرفيسة تبارك الله عليهم، تبارك الله على الوالدة، تحية لك الوالدة راكي باقا حادقة. ايوا الوالدة راه صاحبتها وديما معاها في اي حاجة، وتحية كذلك الله يعطيها الصحة خالتي خديجة دائما مع الوالدة وديما يعني راه صحبة من كان الوالد الله يرحمه، من كان الوالد الله يرحمه حي هما مصاحبين. المهم هادشي اللي بغينا نقولو لكم، صراحة راه كان الفيديو طويل عير حيت منو بزاف د الحوايج، لان كاين الناس اللي باينين ما باغينش يبانو، الناس كيشطحو، يعني بزاف د الاجواء، ولكن درنا غير داكشي المختصر باش ما نقلقو حتى واحد، كلشي يمشي على خاطرو، كلشي يكون بخير ان شاء الله. حنا دائما كنبغيو نديرو داكشي بالرضا لاي حد، انا ما نبغيش نصور شي حد من غير الرضا ديالو، ولا دي ما عنديش هاد يعني اللي كيبغي يتصور بالاراده ديالو، ما اني نصور شي حد من غير اراده هاد اسلوب غير صحيح، اسلوب غير اخلاقي. يعني اللي بغي يتصور بخاطرو اه مرحبا، باش نصور شي حد اللي من غير خاطرو كيشطح ولا هذه لا شون. المهم صباح تعرفيش شنو صباحت اليوم، ما عرفتش ليكم صباحت ناعس سعيد عيد، ما عرفتش كنت كندير كنت كنشطح ايوا الحمد لله صراحه كانت اجواء زوينه، وحيت جيت وما نعس مازال بكري ديك الساعه بقيت شويه سهرانه. المهم الحمد لله كانت اجواء زوينه وتبارك الله على الوالده، جات الرفيسه بنينه بنينه بنينه، دارت الوالده بالمسمن ديال القمح، جات ما شاء الله تبارك الله عليك الوالده وخالتك خديجه الله يعطيكم الصحه، جات الرفيسه اللي زوينه ما شاء الله، كلشي داز زوين وكلشي فن، تبارك الله على بنات خالتي خديجه وكاع الناس اللي كانوا حاضرين وكلشي تبارك الله ما شاء الله عليهم، الله يحفظكم والله يحفظ ليا المتتبعين الزوينين اللي كيتابعوني كتبوا لي كومونتيرات زوينين، الله يحفظهم ويخليهم لينا، كنشكرهم بزاف والله يخلينا ديما فرحانين وديما مجموعين مع الحباب وديما مجموعين مع العائله، يا ربي خلينا ديما مجموعين مع الحباب ومع الصحاب ومع العائله اللي خطينا جماعه، الجماعه راه زينه وكتزيد في العمر. وانا بعدا من الناس الاجتماعيين اللي كيعجبني الجماعه ويعجبني نخرج ويعجبني نبدل الاجواء ويعجبني نضحك، هذا طبعي انا كيعجبني بحال هكا. المهم متتبعين باش ما نطولش عليكم، يا ربي تكونوا على خير ونلقاكم هذا الفيديو في خير وفي سلامه، وما تنسوناش بلي لايك تعجبكم الفيديو، بارطاجي الا كان عجبكم الفيديو، لكن الا كان عجبكم مرحبا على الرسول عليه، الله يخليكم لينا والله يكبر بكم، وكنشكركم على المتابعه والله يحفظكم لينا، مع السلامه.